كما نظمت وزارة شؤون الإعلام بحضور ومشاركة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في اليوم الرياضي البحريني الذي يصادف الثاني عشر من شهر فبراير من كل عام نظمت عددا من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي شارك فيها موظفو ومنتسبو الوزارة وذلك بهدف بناء مجتمع رياضي مفعم بالحيوية والنشاط من خلال إشراك الموظفين من جميع الفئات في الأنشطة الرياضية. هذا وشهد اليوم الرياضي مشاركه موظفي الوزاره في مقر الوزاره بعدد من الفعاليات والانشطه الرياضيه في جو من الالفه بين الموظفين